علماء الجيولوجيا فسروا أن الزلزال يلي ضرب سوريا وتركيا كان مدمر بشكل كتير كبير، والسبب حدوث صدع أرضي مخيف. وشفنا فيديوهات لكتير صدوع أو فوالق حدثت نتيجة الزلزال المدمر يلي صار بسوريا وتركيا، وللأسف مشاهد بتخلينا مذهولين وبتخلي الرعب يتوغل بأنفسنا، يمكن من شدة عمق الفالق أو من كبر مكان الفالق. وأكيد الأغلبية شاف فيديو للفالق يلي صار بأرض مزروعة شجر زيتون. كتار ناس سألت عن سبب الفالق أو الصدع، لهيك تعالوا نعرف كيف بيصير الفالق وأسبابه وأنواعه. الصدع هو حدوث انشقاق أو كسر بالقشرة الأرضية بشكل بسيط، وبسبب الصدع أو الفالق انزلاق نسبي بطبقات القشرة، وبيكون هالصدع إما أفقي أو رأسي. وقد يحدث ضغط شديد أو إجهاد شديد للقشرة الأرضية بسبب تأثير الجاذبية الأرضية، ورح يتسبب حركة مصحوبة بتشقق الصخور أو القشرة الأرضية باتجاهات متعاكسة أو رأسية أو أفقية، وبتزداد مخاطر وقوع الزلازل ونتيجة لها الصدوع أو الفوالق. بيقدر علماء الجيولوجيا توقع أماكن الزلازل المحتملة. الصدع العادي هو انزلاق أحد الصخور أو الطبقة السفلية إلى أعلى بالنسبة للطبقة العلوية والعكس، وذلك نتيجة الضغط الشديد لمساحة حائط القشرة الأرضية ومكونة بؤرة واسعة. الصدع المعكوس هو عكس الصدع العادي تماماً، ولكن نتيجة الضغط الشديد للحائط تقل فيه مساحة الصدع. الصدع الرأسي هو تمزق الطبقة الصخرية بشكل رأسي نتيجة للضغط الشديد للصخور، مما يدفع الصخور بالابتعاد عن بعض البعض باتجاه رأسي. وأخيراً الصدع الأفقي هو تمزق أو شق الطبقة الصخرية بشكل أفقي نتيجة للضغط الشديد للصخور، وبسبب اندفاع الصخور عن بعض البعض باتجاه أفقي.